إن تعرضت للإصابة في الاحتجاجات في إيران فمن الأفضل لك أن لا تلجأ لأي مستشفى أو صيدلية إن كنت تريد العودة إلى منزلك سالماً. هي نصيحة يتبعها المحتجون في إيران، والسبب هو أن المستشفيات والصيدليات أيضاً أصبحت أشبه بمخافر الشرطة، حيث ينتشر فيها رجال الأمن والمخبرون. الموضوع لم يرق للأطباء أنفسهم، حيث بادر البعض منهم إلى تنظيم وقفة احتجاجية أمام المجلس الطبي اعتراضاً على وجود قوات الأمن في المستشفيات، فضلاً عن اعتقال البعض منهم وترهيبهم. الموضوع بلغ حد التخلي عن أداء الواجب المهني خوفاً من بطش قوات الأمن، ولأن الحاجة تبرر الوسيلة فإن العديد من المحتجين بدأوا باللجوء إلى أطباء بيطريين لعلاجهم من إصاباتهم، وذلك لتمويه رجال الأمن. الأكثر من ذلك فإن شراء ضمادة من الصيدلية قد يتحول إلى تهمة تعرضك للخطر ولضرر أكبر من الإصابة نفسها، فالضمادة قد تتحول إلى خيط يتبعه رجال الشرطة للكشف عن هويات المحتجين. لكن غيرة أصحاب البذلات البيضاء على واجبهم الوطني دفعتهم إلى إنشاء شبكة غير رسمية على الإنترنت للتواصل مع المتظاهرين المصابين ومحاولة مساعدتهم بعيداً عن مستشفيات انتهكت حرمتها من طرف رجال الأمن. وسام الذهبي، العربية.